تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم إن شاء الله راح يكون فيديو الجيفاوي بيوتيوب. مثل ما وعدتكم بالمرة اللي طافت إن شاء الله راح يكون في جيفاوي بالإنستغرام بسناب شات وأيضا في يوتيوب. فاليوم هو اليوم اللي حق يوتيوب. Thank you The Body Shop إنكم صرتوا جزء من giveaway رمضان هذه السنة. من أكثر الأشياء اللي حبيتها بهذه السنة إني تعرفت عليكم وسافرت مع الكرو مالكم التيم وايد جدا سعيدة إني أنا قاعدة أتعاون معاكم، لأن صدق السفرة كانت إلى لندن وايد كانت حلوة. البرودكتس الجديدة اللي إن شاء الله بتنزل وايد حلوة. أنا عندي وايد أشياء أستخدمها من The Body Shop اليوم إن شاء الله راح أذكرها لكم. ما ودي إنه يكون الفيديو بس أوريكم الهدايا اللي بتربحونها وخلاص، لا، ودي إن الفيديو يكون أكثر إفادة. فراح أذكر لكم بعض، مو كل، يعني اخترت بعض الأشياء اللي أنا أحبها وعندي إياها ومستخدمتها The Body Shop، أوريكم إياها وأشاركم رأيي فيها، وبعدين أوريكم شو من الهدايا وأقول لكم شلون تكونون جزء من هذه الجيفاوي وممكن إنكم تربحون. أول شيء راح نبدي بالعطور. هذول العطور اللي استخدمهم أغلب الأوقات استخدمهم بعد الاستحمام أو الشاور، وإذا أبي مثلاً أروح الجيم، إذا أبي تصير ريحتي فريش، أو يعني حق هالسوالف وايد أحب أستخدم برفيومز اللي بThe Body Shop. أول عطر أحب أتكلم عنه اللي هو هذا، اسمه Japanese Cherry. راح يطلع شكله واسمه على الشاشة الحين. وايد فريش، وايد أحبه، لأنه يعني لما أطلع بالشاور أحطه، يعني ريحة نظافة، فوايد أحبه. حتى إذا رحت النادي أحطه قبل الوركات لأنه ريحته نظافة أوريدي، فأنا أحب كذي تكون ريحتي بالنادي، ما أحب تكون ريحتي وايد قوية، تكون ريحتي نظافة أحلى يعني. فأي هذا أستخدمه قبل الوركات وبعد الشاور. من الأشياء اللي أحشقها توني شاريتها، كنت بلندن برحلة The Body Shop ومريت The Body Shop وخذيت هذه. حتى خذيت واحدة ثانية، خذيت واحدة ثانية عشان أعطيها حق واحدة من الفولورز اللي سناب شات إن شاء الله بالجيفاوي اللي هناك. وايد فريش، أمبي ريحته نادي لأني حطه قبل النادي. أمبي ينن وايد أحب، مثل ما قلت لكم أحطها حق النادي. فريحته وايد فريش ومو نوعه اللي وايد مزعج، يعني اللي يعور الراس، لا، مو وايد ثقيل، خفيف جدا، وايد حلو. وينفع حق اذا مثلا طالعه خفيفه، او مثلا راسك يعورك بس تبين تكون ريحتك فريش، هذا وايد حلو. يعني انصحكم انكم تجربونه. المهم هذا تكلمت عنه بالسناب شات. هذا الله يسلمكم عباره عن ماسك تحطينه قبل لا تنامين وتنامين، وبعدين لما تقعدين تشيلينه. هذا مو ماسك صجي، بس هو نفس طبقه تبقى على الجلد، تطري الجلد وايد، تخلي ملمس الجلد وشكله وايد طري ونظيف. اما اذا انت تبين تشوفين نتائج واو، هذا ما يسوي شيء واو، يعني ما راح تنامين تقعدين تلاقين بشرتك واو، أمبيتش ني غير، لا، بشرتك نفس ما هي بس راح تكون طريه مرطبه. ويقولون انه هو يشد، بس انا ما حسيت انه هو يشد بتاتا. هذا اذا تبون تاخذونه من The Body Shop، طلبوا الورقه اللي فيها شلون تحطونه، لانه لازم تحطونه بمساج، يعني لازم تسوون كذي ويهكم، بعدين كذي، بعدين كذي، بعدين كذي، يعني بطريقه يعني معينه. وعلى فكره ترى يدبق، فحطوه نطروا 10 دقائق على ما البشره تمتص، بعدين ناموا، لان اذا حطيتوه ونمتوا راح يلزق على المخده، فلازم تنطرون 10 دقائق بعدين تنامون. اخر شيء بتكلم عنه اللي هو هذه التي تري اويل من The Body Shop. هذا اويل مخذينه من الاشجار، بس ريحته وايد قويه، وهذا ينفع حق شنو انا استخدمه. انا ما ادري شنو استخدامه بالضبط، بس انا استخدمه على اي حبه تطلع فيها راس ودكم انها تنشف، على طول اخذوا بس قطره صغيره، انا اخذ قطره صغيره بقطن اذون واحطها على الحبه وانام. باكر الصبح تقومين تلاقينها ناشفه، وطبعا اذا وايد كبيره ومحتاجه وايد وقت انها تنشف، ردي حطي عليها كل يوم لين تختفي. هذول الأشياء اللي أستخدمهم من The Body Shop، إن شاء الله تكونون استفدتوا. الحين ننتقل حق الهدايا. أول هدية راح تكون بوكس العيد. شنو بوكس العيد؟ بوكس العيد عبارة عن بوكس فيه 30
هدية أو 30 منتج من منتجات The Body Shop. يعني مثلا الرقم في 30 هدية حق 30 يوم رمضان. أول ما مثلا رقم واحد أو اليوم الأول نفتحه ونشوف منتج من منتجات The Body Shop. يعني مثلا هذا واحد من المنتجات في اليوم الأول اللي هو الكريم مالهم، ريحة عجيبة. كل المنتجات اللي تيجي بهذا الصندوق هي عبارة عن منتجات بحجم الصفر، اللي هم مو سامبلز بس المنتجات اللي بحجم صغير. هذا شكلهم. هذا اليوم الأول أو رقم واحد. اليوم الثاني نفس الهدية اللي هي شو اسمه كريم بس شيا، هذا بزبدة الشيا، ريحته عجيبة. خلنا نفتح اليوم الثالث. اليوم الثالث أو رقم ثلاثة عبارة عن صابونة، صابونة اللي هي صابونة قلب الحب. ريحتها فراولة أو توت شيء كذي، ريحتها تشوق، معروفة هذه، معروفة جدا. هذولا من المنتجات البست سيلر اللي عندهم في The Body Shop. المهم إن كل منتج غير عن الثاني. خلنا نفتح هذه مثلا. هذا كريم، نايت كريم فيتامين اي. فهذا الصندوق بادي شوب دزولي اثنين، واحد حقي واحد حق واحدة منكم ان شاء الله اللي راح يطلع اسمها من السحب. بعد ما ادري اي واحدة لان في وايد هدايا، الحين راح اوريكم اياهم. عشر هدايا إن شاء الله راح تكون من نصيبكم. الحين راح أقول لكم شلون تدخلون السحب. عشان تكونون بارت من الجيفاوي تدخلون السحب، ما عليكم إلا أنتوا تسوون لايك على هذا الفيديو وتسوون سبسكرايب حق القناة. وبس راح أحاول إن أنا أسوي جزء من السحوبات على اللايكس وجزء من السحوبات على السبسكرايبرز عشان لا يصير عشان يصير الموضوع فير، يعني ما بيظلم أحد. فبسوي هني سحب وهناك سحب. تستمر لمدة أسبوع. إن شاء الله إعلان الفائزين راح يكون الأسبوع الجاي. راح أذكر أسماء الفائزين في يوتيوب، وراح أذكر أيضا أسماء الفائزين في الإنستغرام، لأن ما شاء الله الإنستغرام عندي بلاتفورم كبيرة وأقدر I reach a lot of people. بس إن شاء الله تكونوا مساعدين الحظ ويطلع اسمكم بالسحب. ليش أنا وايد فخورة إن The Body Shop جزء من البراندز اللي مقدمين جيفاويز هالسنة، لأن بلندن لما رحت تكلموا في الوركشوب عن جزئية أنا وايد حبيتها، اللي هي شلون The Body Shop تدعم أو تساعد الأطفال اللاجئين من الدول اللي فيها حروب على التعليم. كل شيء تشترونه من The Body Shop يروح جزء من الأرباح اللي هم ياخذونها حق هذول الأطفال اللي محتاجين تعليم، يدعمون التعليم لهذول اللاجئين اللي يكونون طالعين من هذول الدول اللي فيهم حروب. فأنا جدا سعيدة وجدا فخورة، لأن إذا شريتوا حق نفسكم من The Body Shop أو إذا شريتوا هدايا، نفس ما أنتم شايفين أنا منزلين وايد هدايا حق رمضان والعيد، إذا شريتوا هدية مو بس تشترون هدية حق الشخص اللي أنتم شاري له هدية، لا أيضا راح تقدمون مساعدة حق طفل لاجئ محتاج تعليم. فهذا شيء أنا وايد حبيته، وايد يعني كبير بالنسبة لي. ويعني thank you The Body Shop، thank you إنكم رعيتوا هذا الgiveaway، وthank you على هذا العطاء الحلو اللي أنتم قاعدين تسوونه، إنكم أنتم ما نسيتوا الأطفال من التعليم. بس كذي خلص فيديو اليوم، أتمنى لكم التوفيق. لا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك عشان تدشون السحب. أشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. باي باي.